جرعة سينمائية مكثفة طيلت أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة من دول مختلفة، لكونها تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية في المنطقة العربية. الحقيقة اليوم يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي 22 فيلم أنجزوا في قطاع غزة خلال هذه الحرب. هذه الأفلام صنعت من الألم ومن الأمل ومن معاناة كبيرة جدا عناها صناع هؤلاء الأفلام من أجل إنجاز هذا المشروع الهام للغاية. هذا توثيق حي للذاكرة الوطنية الفلسطينية، هذا مقاومة للإبادة التي يحاول جيش الاحتلال أن يمارسها. احنا عملنا فيلم وثائقي قصير عن حرب العراق، وهو بيتكلم عن منظور الطفل كيف بيتغير من لما يبقى منظور طفل عن الحرب غير انه منظور حد كبير عن الحرب، فهو علاقه الاهل كيف حموا الاهل حموا الطفل من الحرب، وازاي الطفل كان منظور عن الحرب، وازاي الذكريات اصلا بتتغير بعد ما انت تكبر، كيف الحرب بتاثر عليك وكل الكلام. أمنية أخيرة ومن المسافة صفر وعقبالك ألبي وبير جاردن ويولاند هي بعض أسماء الأفلام العربية والأجنبية التي تتنافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائية، والتي حازت على إعجاب عدد من النجوم خلال عرضها الأول بالمهرجان. أنا مخرجة فيلم أمنية أخيرة اسمه عريب زايتر. هذا الفيلم هو زي تريبيوت أو إهداء لجدتي. جدتي كان لها تأثير كتير كبير علي وكانت مصدر إلهام بالنسبة إلي. جدتي بآخر أيامها تعبت كتير وصارت موجودة بشكل مش كتير يليق بها زي ما بيحكوا، فكانت عايشة على أجهزة التنفس الصناعي، وتمنيت لو أني أقدر أساعدها وأخلصها من هذا كله. طبعا ما قدرت، ولكن الحفيدة اللي بتشوفوها بالفيلم بتعمل هذا الشيء. يعني أنا استفدت كتير جدا، الأفلام فوق الرائعة شفتها وتعلمت حاجات كتير بصراحة، والتنظيم هايل. يعني أنا اتبسطت من التجربة، طبعا يعني تجربة عظيمة بالنسبة لي جدا. فيلم عقبالك يا قلبي فيلم للمخرجة شيرين دياب، هي فكرتها وإخراجها، مبسوطة جدا بالتعامل معاها لأن هي كمان أول مرة مشاركة ليا في المهرجان، فدي حاجة لذيذة قوي، وأنا مبسوطة في كل حاجة. يعني أنا وأنا جوا دلوقتي أنا قلبي عمال يدق، أول مرة يعني أشارك في مهرجان، ومبسوطة أن أنا بشارك في مهرجان كبير وفي بلدي. هو شارك قبل كده في مالمو وشارك في روتردام، بس دي أول مرة هنا في مصر، فأنا مبسوطة جدا. الفيلم الحمد لله أنه عجب الجمهور، دي أكتر حاجة بتبقى فرقة معانا، وأكتر حاجة وإحنا بنعملها وشغالين تبقى بنتمناها أنه لما يتعرض يلاقي قبول عند الناس وناس تبسط بيه. تعتبر الأفلام القصيرة بوابة هامة للتعبير الحر، فيما تلقى دعما مستمرا من مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان كان والقاهرة السينمائية الدولي، مما يجعل المسابقة شبيهة بسباق فني يعكس التنوع الثقافي، وجميعها تتناول موضوعات لا تشبه بعضها البعض. منصات تفاعلية ومساحات إبداعية وعروض خاصة هو ما يحرص عليه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 45، ليكون جسراً يسهم في تطوير مهارات العاملين في صناعة السينما، ويدعم انطلاقة جديدة للأعمال السينمائية العربية والعالمية. من العاصمة المصرية، يوليانا سعدان، هنا القاهرة عاصمة الخبر.